كان ديرك كان في الريح كان في الريح كان في الريح Thank you.
Yeah.
خليه لا لا خليه شد عندك أبوه بالله خليه قاع يا دي Oh, my God.
خلوه خلوه قوم يا فارس بابك راهم في الوعدة يتنوار ايه ونصرك دار افتار يستنى في الوعدة كل نهار ولا منين يخرج يا الاحباب للوعدة يتبدل الحلو ويبداك العقار
الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. شكرا. صدق الله العظيم. Thank you.
مرحبا بالجميع وتحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، الثالث من نوفمبر 1961 لنصرة وطنه واسترجاع حقه والحفاظ على هويته العربية المسلمة التي حاول الاستيطان الفرنسي طمسها. إخواني أخواتي الحضور، إن هذا اليوم هو أروع ذكرى في تاريخ الجزائر، هو يوم تختلط فيه المشاعر. وذاكرة شعب بأكمله، بل ذاكرة أمة، لأنه فخر لكل جزائري ولكل عربي ولكل مسلم، لأن في مثل هذا اليوم اندلعت ثورة ضد أكبر الإمبراطوريات وأكبر عدو، والذي كان يلقب بالجيش الذي لا يقهر، ولكنه انهزم على يد الشهداء الأبرار والجنود البدر والمجاهدين البواسير. إن في مثل هذا اليوم نترحم على شهدائنا الأبرار، ونقف وقفة شكر وافتخار للمجاهدين، ونتذكر معا مأساة الجزائريين إبان الاستعمار. نحتفل اليوم على شرف من نجتمع اليوم بفضل الله ثم بفضلهم في هذا الحفل المتواضع، ولو انه لا يساوي رقة من بحر اسمه الجزائر. فاليوم ليس ككل يوم، او ليس كل يوم لكل جزائري فقط، وانما هو يوم كل عربي غيور على العروبة وعلى الاسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف المرسلين، السيد رئيس الدائرة، سيد رئيس المجلس الشعبي البلدي، سيد عميد الشرطة، سيد ممثل الحماية المدنية، السيدات والسادة رؤساء جمعيات المنظمات المدنية، أبناء الشهداء وأبناء المجاهدين، أبناءنا الشباب، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فإنه لمن دواعي سرورنا وافتخارنا واعتزازنا نلتقي اليوم لنحيا ذكرى 61، تاريخ مجيد، ألا وهو يوم انطلاق الثورة التحريرية أول نوفمبر 54، والذي قام بها أبطالنا من أبناء هذا الشعب العظيم، وأعلنوها جهاراً أن الجهاد فرض وواجب ضد المستعمر الفرنسي. فالتقى الشعب حول المجاهدين بجبهة التحرير الوطني، ودخلوا مرحلة حاسمة للمساهمة في طريقة فعلية في الدفاع ضد الوجود الأجنبي، مما أعطى جديد للثورة وجعل الكفاح ينتشر ويعمم عبر مختلف أرجاء الوطن، فأدخل الرعب في نفوس المعمرين. وقد فوجئت الإدارة الفرنسية التي أصيبت بخيبة الأمل كبيرة، وأصبح عن خوانة والمندسين والمتشككين إعادة حساباتهم، فوقعت خسارة كبيرة للعدو بمنطقة الأوراس. فاستنجدت فرنسا بطلبة جديدة من فرنسا ليرتفع بذلك عدد القوة العملية بالجزائر إلى 190,000 عسكري، كما مسلحة بالغرب الجزائري، بعد أن كانت تصفها بأنها المنطقة الهادئة الوحيدة. وهناك أهداف على المستوى الجهاوي بالنسبة للمغرب، نسبة الذكرى التاريخية
هي نفي الملك محمد الخامس الذي كان للاستعمار قد عزله ونفاه إلى جزيرة مدغشقر بالعشرين أوت 1952 لتنسيع الحرب وجعلها ولاية سابعة وقسم التراب الوطني إلى ستة ولايات. إن هذا التنظيم السياسي العسكري الكاسحة المدرجة في برنامج الحرب شابت بتمريرات ديبول الذي بدل أقصى ما كلمة السيد أمين منظمة أبناء الشهداء. فيتفضل الأخ أحمد حشلاب. من فضلكم السيد أمين منظمة أبناء الشهداء. والسلام على من قبل إحياء لهذه المناسبة الغراء بين أيدي رجالات الثورة المباركة، رجالات صدقوا ما عهد الله عليه وإن غضوا نحبهم فما زالت دماؤهم تفوح من قبورهم الزكية العاطرة وما آثرهم الجليلة الخالدة. رجالات وهبوا الوطن أعز ما يملكون، رجالات عاشوا أحرارا وماتوا أطيابا أخيارا، فما أعظم الأداء وما أعظم الشهادة. إن للشهداء علينا عهدا عهد الوطن، فهل نحن للعهد صائمون ولرسالتهم مبلغون وللوائهم حاملون؟ إن الوطن الذي أمس الحاجة إلينا وإلى تضحيتنا، سيما والتحديات تتكالب علينا يوما بعد يوم، هو في حاجة إلى تآلف قلوبنا وتوحيد مشاربنا وتضافر جهودنا وتسمير سوائدنا ويقظة عيوننا وصحوة ضمائرنا. فإن فعلنا فنحن موفون، وإن نكسنا على أعقابنا فالله سيجمعنا بالشهداء يوما ولا ريب في ذلك، وسيشهدون على خيانتنا للأمانة وتفريطنا في الوطن. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. رحم الله شهداءنا الأبرار ووفى وطننا المفدى من كل أسرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا السيد الأمين البلدي. الآن تكريم من طرف أسرة أبناء الشهداء أو المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء. الجائزة أو الشهادة الأولى للسيد رئيس المجلس الشعبي البلدي. فيتفضل عضو عن المكتب البلدي لمنظمة أبناء الشهداء الحاج محمد مجاجي. ليكن في علمكم أن الحاج محمد مجاجي قائد قديم في الكشافة الإسلامية الجزائرية. نشيد موطني من تأدية براعم فوج الأمان لقدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية، الفرقة النحاسية والفرقة الموسيقية أو الجوك الموسيقي التابع للجمعية الثقافية والفنية الأمان. فليتفضلوا.
الشخص اللي راكم تحوسوا عليه بغيتو
الاستاذ هنا في القصر الرئاسي. كاش مشكل؟ تفضل يا ولد. اصبر اصبر، ما نعرفوا عليك والو. هذا ما عندناش الوقت. ربي ما عندناش عليه معلومات. ما عندناش الوقت. سمون عاد المهنه الاصليه قومي يعني رصاص. كان مسوج مقبل وتوفات زوجته وخلت له هذاك الوقت طفله بعمرها حوالي 12. أنا اللي عايش حياتي هي كيف عرفت عليك؟ أميرة تعتبر القريبة نتاع الزوجة تاعو، والنعيم يعتبر الزوجة الثالثة أميرة. رغم صغر سنها اللي يزوج بها يطلع. علاه علاه أسمع؟ ما تولدش. ما تولدش. أكون حاطم بلا زواج. القانون يا سي يمنع أي رجل أو امرأة يشتغل بالسفر الدبلوماسي بلا ما يكون مزوج. والأم السياسي تاع أميرة خليها تتزوج بالنعيم. ماهوش الأم السياسي فقط. المهر تاعها كان غالي بزاف. وهو الشيء كان واخذوا على زوجته. أميرة هذه خاطئة. Thank you.
الجناح الثاني والمدام مختلفة بالعلاقات الخارجية بطبيعة الحال. العلاقات الداخلية من الحبس الراسي. Ha ha ha!
يحسن صورة البلاد. هذا الرئيس اللي راح يحسن معيشة البلاد. هذا الرئيس اللي راح يحسن اقتصاد البلاد. هذا الرئيس اللي راح يحسن. حبس حبس حسن يحسن. أنا قلت له أبو راسي هو والسفينة تاعك كان نقص. أمبوي.